هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة الطقس هيكون شديد الحرارة نهاراً على أغلب الأنحاء وحار على السواحل الشمالية. بالليل الجو هيكون مائل للحرارة على أغلب الأنحاء، معتدل على السواحل الشمالية، وكمان في نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد. خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن حالة الجو النهاردة من دكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور محمود. صباح الخير على حضرتك وعلى كل السادة المشاهدين، أهلا بحضراتكم. يعني يمكن يا دكتور محمود ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة، درجة الحرارة النهاردة 38 في القاهرة، يعني الموجة الحارة دي مستمرة لغاية امتى؟ بالفعل طبعا احنا بنشهد موجة شديدة الحرارة بدأت من بداية الأسبوع الحالي بدرجات حرارة أعلى من معدلاتها الطبيعية، بتصل تقريبا لحوالي 4 إلى 5 درجات. إن شاء الله الخرائط بتشير إن الموجة دي مستمرة معانا حتى نهاية الأسبوع الحالي وقد تمتد إلى بداية الأسبوع المقبل، لكن ذروة الحالة زي ما الخرائط ما بتشير هتكون بداية من الأربع وحتى يوم الجمعة هتكون معاها درجات الحرارة في حدود 39 إلى 40 درجة مئوية، ده بداية من الأربع وحتى يوم الجمعة. بالفعل أجواء شديدة الحرارة بتأثر على كافة مناطق الجمهورية وما عدا السواحل الشمالية، بتكون عليها الأجواء حارة بسبب اختلاف الكتل الهوائية اللي بتأثر على السواحل الشمالية عن الكتل الهوائية اللي بتأثر على باقي مناطق الجمهورية، وبالتالي دايما بنقول ان الطقس بيكون شديد الحراره على اغلب مناطق الجمهوريه، حر فقط على سواحلنا الشماليه ده خلال ساعات النهار، ولكن خلال ساعات الليل بدانا نلحظ ارتفاع طفيف ايضا في درجات الحراره الصغرى، بيساعد بالليل على احساسنا بارتفاع درجات الحراره، ارتفاع نسب الرطوبه نسبيا خلال ساعات الليل، وبالتالي خلال ساعات الليل لو درجه الحراره الصغرى بتسجل ما بين 23 ل 25 درجه مئويه، لكن مع ارتفاع نسب الرطوبة بالليل بنبدأ نشعر بيها أكثر من كده، خاصة في الأماكن المغلقة وداخل المباني أو داخل المنازل. الموجة دي بالفعل زي ما قلنا بدأت أول الأسبوع مستمرة إن شاء الله معانا حتى نهاية الأسبوع الحالي وقد تمتد لبداية الأسبوع اللي جاي. دايما بنقول إن السبب الموجة دي هو تأثرنا بالكتل القادمة من مناطق صحراوية بتكون درجات حرارتها مرتفعة بالأساس، مع وجود امتداد لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا اللي بيخلي الاجواء مشمسه طول ساعات النهار، ده في حد ذاته بيساعد على الارتفاع الكبير في درجات الحراره. طبعا محافظات جنوب الصعيد دايما ليها النصيب الاكبر من الارتفاعات وبتوصل عليها العظمى ما بين ال 44 ل 45 درجه مئويه. مع هذه الموجه شديده الحراره بنلاحظ نشاط للرياح نسبي خلال ساعات النهار، سرعاته لا تتجاوز ال 35 كيلو متر على الساعه، وخلال ساعات الليل في الاماكن المكشوفه والاماكن المفتوحه نشاط الرياح ده بيقلل احساسنا شويه بارتفاع درجات الحراره وبيؤدي الى تنطيف الاجواء بشكل نسبي. طبعا دي موجة شديدة الحرارة زي ما بنقول دايما طويلة نسبيا غير معتادين عليها، موجات فصل الربيع دايما بتكون موجات قصيرة بتقعد من يوم لثلاث أيام على أقصى تقدير، لكن شهدنا الأسبوع قبل الماضي موجة كانت شديدة الحرارة بالفعل قعدت أكثر من حوالي أسبوع أو أكثر 8 أيام، والموجة دي زي ما احنا شايفين برضو بتستمر تقريبا نفس العدد أكثر من أسبوع، فده هو الأمر اللي يعتبر غريب على فصل الربيع الحالي. صحيح. ولكننا على كل حال بنبدأ نستقبل فصل الصيف المتوقع إن شاء الله يبدأ في يوم 20/6، فطبيعي أن ترتفع درجات الحرارة بشكل نسبي عشان تأهلنا للدخول في فصل الصيف. طيب في أي يعني رياح محملة بأتربة، أي ظواهر جوية موجودة النهاردة؟ هي الرياح الموجودة نشاط نسبي للرياح مش نشاط قوي، سرعاته من 30 ل 35 كيلو متر على الساعة على أغلب مناطق الجمهورية، وبالتالي إن شاء الله مش هتكون مثيرة أبدا لأي رمال وأتربة، لكنها إلى حد كبير زي ما أشرنا هتلطف الأجواء خلال ساعات الليل تحديدا في الأماكن المكشوفة، فيما عدا ذلك الأجواء مشمسة تماما طوال ساعات النهار، مفيش أي ظواهر جوية، مفيش أي فرص لشبورة مائية بسبب انخفاض نسب الرطوبة بشكل كبير، وبالتالي هي أجواء مستقرة تماما شديدة الحرارة مع نشاط الرياح اللي هو بيكون زي ما أشرنا غير مثير للرمال والأتربة. فقط بنوجه نصايحنا وتحذيراتنا للمواطنين بخصوص هذه الموجة شديدة الحرارة، ولازلنا بنأكد إن ذروة الموجة هتكون من يوم الأربعاء ليوم الجمعة،
هترتفع درجات الحرارة أعلى من اليوم ومن الأيام الماضية بمعدل درجة لدرجتين تقريبا. علشان كده بنوجه المواطنين بتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة خلال ساعات النهار، تحديدا ساعات الذروة اللي بتكون تقريبا من الساعة 1 الظهر وحتى الساعة 5 عصرا. اللي بيضطر للخروج تحت أشعة الشمس أكيد بننصحه بارتداء غطاء للرأس سواء كاب أو شمسية، أيضا بننصح بعدم ترك أي مواد قابلة للاشتعال داخل السيارات، كمان شرب كميات كبيرة من المية والسوائل طوال ساعات اليوم. وبسبب هذه الارتفاعات وهذا التغير الشديد في درجات الحرارة وفي الحالة الجوية، بالتأكيد بننصح المواطنين بالمتابعة اليومية للنشرات والتحذيرات الجوية. أكيد طبعا، نصائح هامة جدا من هيئة الأرصاد الجوية. بنشكر حضرتك دكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. تعالوا مع بعض دلوقتي نتابع درجات الحرارة المتوقعة النهاردة. في القاهرة العظمى 38 والصغرى 25، وفي العاصمة الإدارية 38-24، الإسكندرية 31-23، والعلمين الجديدة 31-22، مطروح 29-21، ودمياط 32-22، بورسعيد 32-23، والإسماعيلية 38-22. في السويس العظمى متوقع تكون 37 والصغرى 21، وفي العريش 33-20، أما في كاترين 33-14، وفي طوبة 36-23، حلايب 36-27، وشلاتين 38-28، شرم الشيخ 40-29، والغردقة 41-29، الفيوم 40-25، وبني سويف 40-23، الوادي الجديد 43-28، أسيوط 41-25، سوهاج 42-27، وقنا 45، والصغرى 28، الأقصر 44-27، وأسوان 44-29. ودي كانت نشرتنا الجوية المفصلة. دلوقتي عودة مرة تانية لبسنت وشاذلي متابعة فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا لك.